فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل هناك فرق في الحكم بين المستحل للمعاصي وبين المصر على فعل المعاصي؟ اي نعم، بينهما فرق. المستحل للمعاصي هذا عليه خطر من الكفر، واما الثاني اللي ما ايه مصر على فعل المعاصي، مصر هذا أخف من الأول، أخف من الأول، لكن يخاف عليه من العقوبة، ويخاف عليه من طمس البصيرة وطمس القلب. نعم.